السلام عليكم. من أكتر الأدوية الفعالة في علاج نزلات البرد هو الدواء اللي هنتكلم عنه في الفيديو ده. هو دواء يمكن مش مشهور قوي بعكس أدوية البرد اللي هي معروفة، ولكنه فعال جدا جدا ويمكن أقوى كمان من أدوية البرد المعروفة. الدواء ده اللي هنتكلم عليه بيتكون من 3 مواد فعالة، بيتكون من باراسيتامول 650 ملي، والباراسيتامول معروف ان هو مسكن للألم وخافض للحرارة، فعشان كده ممكن يستخدم كعلاج للصداع وكمسكن لألام الجسم وخافض للحرارة. المادة التانية سودو افيدرين 60 ملي، وده بتستخدم كعلاج لاحتقان الأنف واحتقان الجيوب الأنفية. لما يكون في التهابات أو احتقان في الأنف بيبقى الأوعية الدموية الموجودة في الأنف بتبقى واسعة، السودو افيدرين بيقلل او بيضيق الاوعيه الدمويه الموجوده في الانف، فبيقلل من احتقان الجيوب الانفيه. ثالث ماده في موجوده في الدواء ده كلورفينيرامين 4 ملي، وديت ماده مضاده للهستامين او ماده مضاده للحساسيه من الجيل الاول. الدواء ده بيستخدم في علاج نزلات البرد، في علاج التهاب الجيوب الانفيه وانسداد الأنف، وكمان قلنا احتقان الجيوب الأنفية. الدواء ده كمان بيستخدم في حالات العطس والرشح وألم الحلق والصداع. الجرعة بتاعته من 2 لـ3 مرات يوميا، 2 لـ3 مرات يوميا. كلامنا في الفيديو ده عن دواء اسمه راينو كالم أقراص، راينو كالم أقراص. العلبة شريطين 2، سعر العلبة 19.5 جنيه، الشريط ب10 جنيه إلا ربع. الراينو كالم علشان موجود فيه مادة السودو إفيدرين، آسف، مادة الكلورفينيرامين، ودي مادة قلنا مضادة للحساسية، فهي ممكن تسبب النعاس. فعلشان كده أي حد هياخد الراينو كالم لازم ياخد باله لو هيسوق عربية أو هيشغل أي آلة، لازم يكون واخد باله علشان هي بتعمل بعض عدم التركيز أو بعض الدوخة، يعني بتقلل تركيز الشخص أو بتخليه في حالة من الدوخة أو عدم التركيز. كمان عايزين نقول إن الراينو كالم ممنوع لمرضى الضغط بسبب وجود مادة السودو إفيدرين، ودي مادة بتعلي الضغط، فهو عشان كده ممنوع لمرضى الضغط. من الأدوية الفعالة جدا جدا في علاج نزلات البرد واحتقان الجيوب الأنفية، يعني دواء رائع جدا عن تجربة شخصية، يعني ممتاز جدا. قلنا جرعته طبعا من فوق 12 سنة، يعني أقل من 12 سنة بالنسبة للأطفال ما ينفعش ياخدوه، 12 سنة فما فوق جرعته من قرصين لثلاث أقراص يوميا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت تدعمونا بلايك واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا ليكم وإلى اللقاء.